تحية إلى سجنائنا ومعتقلينا من رموز كبيرة. من رموز كبيرة أبية في مقدمتهم، ويعذرني إذا لم أذكر أسماء، فكلهم كبار وكلهم عظام وكلهم على رأسي وعلى رأسنا جميعا. تحية لإبراهيم شريف، تحية لأستاذ حسن مشيمع، تحية لأستاذ عبد الوهاب، تحية للشيخ المحفوظ، تحية للشيخ المقداد. لحمنا ودمنا، لحمنا ودمنا، ولن نتنازل عنهم ولن نرضى بأن يبقوا في السجن أبدا. تحية لكم أيها الشرفاء. ونحن نتجه إلى الحوار. أنا أؤكد لكم أن الوفاق والمعارضة الشريفة لن تتنازل عن مطالبها في حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب ونظام انتخابي عادل وصوت لكل مواطن ومجلس كامل الصلاحية التشريعية والرقابية وموافقتكم أولاً وأخيراً على كل ما ينتج من الحوار. لن تتنازل المعارضة الشريفة وفي مقدمتها الوفاق، سواء في منتدى الوفاق، في منتدى حوار، أو في داخل السجون عن هذه المطالب. فنحن أينما كنا نتمسك بهذه المطالب، نعليها ونوصلها للعالم، فإذا استجيب لنا بها قبلنا، وإن لم يستجب لنا فيها رفضنا أي نتائج وعدنا إلى الشارع كما نحن الآن وسنستمر فيه. لقد فاوضت الوفاق سراً وعلناً قبل 14 فبراير وبعد 14 فبراير، ولو كانت تريد أن تخون ولو كان من طبعها أن تخون لخانت منذ زمن طويل، عندما عرضت عليها الكثير من الإغراءات وعندما عرضت عليها التهديدات. ودخلت الوفاق المجلس النيابي، وعندما وجدت إن الحاجة للانسحاب من هذا المجلس لم تتخذ في ذلك حاجة إلى جلسات طويلة، فهو قرار واحد في لحظة واحدة مع شعبنا. وفي الحوار أيضا في اليوم الذي ندخل، إذا لم يستجب هذا الحوار إلى مطالب هذا الشعب، فنحن من هذا الشعب وإلى هذا الشعب ومع هذا الشعب حتى تستجيب مطالبه. هذا الذي نريد وهذا الذي سندخل من أجله. إذا لم نعطى هذا سنعود إلى الشارع كما نحن الآن ولستمر في المطالبة. لنا حق أن نعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل. لأننا لا نرضى لبلدنا أن تبقى بلدا متخلفة، ولا نرضى لشعبنا أن يبقى شعبا مهمش، ولا نرضى لأن يستأثر بالثروات، ولا نرضى لشعبنا أن يعيش الخوف. بعد اليوم لا يمكن إلا عدالة للجميع، بعد اليوم لا كرامة إلا للجميع، بعد اليوم عدالة للجميع، كرامة للجميع، أمن للجميع، وإلا فنحن مستمرون حتى يتحقق ذلك.